انا عايز اوجه رساله للاعيبه الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك. الاهلي للمره الثالثه بينافس على دوري ابطال افريقيا، لبطوله افريقيا، وبيروح كاس العالم للانديه، وانت كنادي مش عارف تاخد بطوله. اللعيبه دي بتعمل ايه والملايين دي كلها بتعمل ايه؟ الزمالك مش هياخد الدوري السنه دي، مش هياخد بطوله. يعني الاهلي رايح كاس العالم ودوري ابطال افريقيا وكاس السوبر الافريقي والزمالك لسه بيقول كده هنعمل لك دوره رمضانيه. لو نعمل للزمالك دوره رمضانيه ويبقى الكلام ده عاجب نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، معرفش ما يمشي ويتسرحوا. هو مرتضى منصور اول ما جه قال لك هنمشي ابو جبل ونمشي طارق حامد ونمشي بن شرقي ونمشي كل اللعيبه اللي بتتجاهل، وهندفع في لعيبه 2003 عشان ندعم الشباب ويبقى فريق جديد عشان البطولات اللي جايه. ما شفناش الكلام ده، هو كلام كله بنسمعه. والنهارده الزمالك بيتغلب من انبي 2-0 في تحرك لا ارادي في خط نص الزمالك، ولاعيبه ما اعرفش هي ما حضرتش الملعب، وراها مشاكل، عليها اقساط، بتفكر في شقه جديده تشتريها. وبعدين اللعيبه دي بتاخد فلوس ليه بتاعت الزمالك؟ طالما ما فيش اداء وما فيش نتيجه وما فيش اي حاجه، الزمالك ما يوصلش، ما يصعدش، ما يلعبش اي حاجه في اي حاجه. يلا ده احنا قلنا خرج من افريقيا فاضي، ما روش اي حاجه، ما فيش اي حاجه قدام نادي الزمالك، وانا ماشي في الضلمه اللي انا ماشي فيها دي كلها وبنتكلم. هي ما اعرفش ضلموها اهي، ضلمت والله. خلاص بقى خلي بالكم من نفسكم، الزمالك عليه العوض ومنه العوض، وربنا يسترها في اللي جاي. عاوزين نشوف دوري جامد يعني.